امبارح كمان فاز الفقيه القانوني رجائي عطية بانتخابات نقابة المحامين في منافسة قوية جدا مع الأستاذ سامح عاشور. كل المحامين حاليا محتاجين يعرفوا خطط النقيب الجديد رجائي عطية لتحسين أوضاع المحامين ورؤيته لإدارة النقابة في المرحلة الجاية. معانا على التليفون الأستاذ رجائي عطية. ألو. ألو. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا ست. مبروك. الله يبارك فيك. المنافسة كانت قوية؟ والله أعتقد. طيب دلوقتي في تساؤلات كتير. أيوه. حضرتك دلوقتي نقيب المحامين بعد انتخابات حضرتك فزت بيها. النسبة كانت قد إيه يا فندم؟ يا فندم بنسبة 95 35,000 صبية 65 قصاد 26 و5. طيب يعني 9,000 و600 صوت. طيب الناس بتتساءل. أيوه. هل في انقسامات دلوقتي داخل نقابة المحامين؟ الناس اللي كانت انتخبت حضرتك او الناس اللي انتخبت الاستاذ سامح، هل في انقسامات وهتتعامل مع الانقسامات دي ازاي؟ لا اعتقد يعني لم الشمل داخل نقابة المحامين، ناس كتير بتتساءل. لا اعتقد ان هناك انقسامات، وظني اننا سنصير جميعا على قلب رجل واحد النهضة بالمحاماة. ايوه يا فندم، يعني حضرتك عندك استعداد تقعد على مع نفس الترابيزه مع لو في اي حد ضد حضرتك او ضد سياسه حضرتك، لكن ما عندك استعداد تقعد على نفس الترابيزه وتتناقشوا مع بعض وتشوفوا حلول جيده. اعتقد انه لا احد ضدي، واننا نتوحد لمصلحه النقابه والمحاماه. هل ممكن تقعد مع الاستاذ سامح عاشور؟ ليه لا؟ الو، بقول لك ليه لا؟ ليه لا؟ ممكن تقعدوا مع بعض وتشوف مثلا الحاجات اللي هو كان بيعملها قبل كده او المشاريع اللي كان قائم عليها، ممكن حضرتك تكملها مره تانية؟ الو الو استاذ رجائي، معايا حضرتك؟ انا معاك. المشاريع اللي كان قائم عليها الاستاذ سامح عاشور، هل حضرتك ممكن تستكملها مره تانية؟ هذا سؤال لا يسأل. معايا يا فندم؟ أنا معاكي، بقول لك السؤال ده اتفضل يسأل. ليه يا فندم؟ كان في مشاريع وكان في حاجات هو قائم عليها، هل ممكن تستكملها ولا هتحطها على جنب وحضرتك تقوم بحاجات تانية؟ لو هي كان في منها حاجات جيدة. ألو؟ أستاذ رجائي؟ طيب تقريبا الخط قطع، ممكن نرجع نكلم حضرتك مره تانية. بس انا كمان كنت عايزه اسالك ان دلوقتي المحامين او اللي واخدين ليسانس في الحقوق بيقال ان هم مش هياخدوا كارنيه نقابه المحامين غير لما يخشوا معهد المحامين، فهل ده ممكن ده حقيقي فعلا ولا لا؟ ومعهد المحامين ده لمده سنتين، فده سؤال كمان كنت عايزه اوجهه لحضرتك بس تقريبا الخط قطع. طيب